einfach die Absicht dafür, Maulid Sharif für Ashura, 10. Muharram. Und machen, Sheikh Ahmed Anashe macht ein bisschen Stimmung und inshallah machen wir Sicke, sofort, mit dieser Absicht inshallah. Meldet ja Sultan, desto ja Sayyidina, meldet ja Rijalullah. Ja, Mullah Sheikh Abdullah Faisal, Tan Sheikh Muhammad Nazim al-Akani, Sheikh Mehmet Efendi, Kobe Sayyid al-Bani. Fatiha. Amen. Ist der schon weg, der Ahmed? Ishaq? Ist der schon weg, der Ahmed? Ist sein Tesbi. Ach so, ja, ja. Siehst du ihn? Kannst du ihm geben? Ja, ich kann es ihm geben, ja. Okay, alles klar. Danke. Bismillah.
Nein, nein. Wir haben ein Mikrofon. Können wir nicht? Ja, also, wir können go out, doesn't matter. Können wir das Gelbe nehmen, ja? Was? Können wir das Gelbe nehmen, ne? Vielleicht passt mit seiner Stimme. Okay. طيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا رأى الله أياما تقطت بطيبة وحيا كاملا يخجل البدر
مقامك محمود وأنت محمد وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا أيا حجرة ضمت جمال محمد حظيت مليحا كاملا يفجر البدر فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم فاعلم انه لا Yeah.
hug, 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 hi, 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sayyidina Muhammad.
على أفضلنا نمينا سيدنا مولانا محمد صلوات على أفضلنا نمينا وأكبر نمينا سيدنا مولانا محمد صلوات صلوات الله تعالى عليك تيمان بيا ورسول وجميع خلق محمد وعلى محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورعني الله تبارك وتعالى صلاة الأصحاب رسول الله أجمعين تبين بهم إحسان ورحمة المجتهدين الماضين ولعلماء المتقين ولأولياء الصالحين وهم شيخنا في طريقة نقشبندية عليا قدس الله تعالى أرواحه زكية ونور تعالى أدرياتهم المباركة وأدعى الله تعالى علينا بركاته وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. سبحان ربي الذي يرى وها آمين. سيدي محمد هل هنا؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما علمت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين اعف عنا. يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتاح القلوب يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك بهذه الليلة المباركة يا رب العالمين وهذا اليوم المبارك أن تفرج عنا وعن المسلمين. اللهم يا رب كما فرجت عن سيدنا موسى يا رب العالمين تفرج عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب إنا نسألك بركة اليوم الذي نجيت فيه سيدنا يونس من بطن الحوت. يا رب أن تعيننا وتعين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بركة اليوم الذي جمعت به يوسف مع أبيه يعقوب. أن تجمعنا مع أحبائنا وتكرمنا يا رب العالمين. نسألك ببركة يوم عاشوراء. نسألك بهذا اليوم المبارك يا رب العالمين في هذا اليوم الذي فرجت به عن سيدنا موسى وسيدنا يونس وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا أيوب. يا رب العالمين أن تفرج عنا وعن جميع المسلمين. يا أكرم الأكرمين بجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه الحسن والحسين. يا أكرم الأكرمين بجاه فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة أم المؤمنين. يا أكرم الأكرمين تقبل منا واقض حوائجنا. نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الدرجات العلى في الجنة يا أكرم الأكرمين. يا ربي أنزل هدايتك ورحمتك على العالمين. ردنا وجميع المسلمين إلى ديننا ردا جميعا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تفرج عن الإسلام والمسلمين أن تعلي بفضلك يا مولانا كلمة الحق والدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب احشرنا في زمرة الصالحين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا ذليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك من خيرك الذي عندك الذي لا يقدر عليه أحد غيرك. نسألك من خير ما سألك إياه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ونستعيد بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا أكرم الأكرمين بارك لنا في عمر مشايخنا، اللهم يا ربي أطل في أعمارهم يا رب العالمين، وانفعنا ببركاتهم يا الله. جدد رحماتك على مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني، اللهم يا ربي اجعل ديوانه في عليين، واجمعنا به يا رب العالمين تحت لواء سيد المرسلين، وألنا شفاعته وشفاعة الصالحين يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم بارك في عمر خليفته الشيخ محمد يا أكرم الأكرمين، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصر سلطان المسلمين، اللهم بجاه سيدنا الحسين عندك يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله. انصر سلطان المسلمين، عجل ظهور خليفة المسلمين، عجل ظهور خليفة المسلمين، عجل ظهور خليفة المسلمين سيدنا المهدي عليه السلام. اللهم واجعلنا من أنصاره وجنوده يا رب العالمين. يا رب انصره وانصر جيشه وعساكره يا أكرم الأكرمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. استجب لنا بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبجاه آل بيته أجمعين، خاصة سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام. استجب لنا اللهم آمين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا برحمة حبيبك ومشايخنا من أمة سلسلة الفاتحة. تقبل الله. أحسنت. الحمد لله. بسم الله. أصبحت إن شاء الله. أوكي. بسم الله. إن شاء الله.